المملكة الأردنية الهاشمية على مستوى المنطقة الخارجية. هنا ملعب شباب الأهلي أيضا عندما تقام أيضا في المملكة العربية السعودية. وهنا حاليا باسكت أولى لرونالد علي حيدر بيسجل نقطة الخامسة مرة على الارك ومرة على التو بوينتس وحاليا عم بيعطي إيزي لأب. لكن والله نايس موف حلو كتير للاعب اللي طوله مترين و13 سنتيمتر وركلا 30-22. إذا ما استمر بهالطريقة الكرة جامب شوت 30-18 بالفعل 30-18 أنا شايفها 30-22 لأنه الأهلي حلبي دفاعيا يعني يا إما ما بيعمل دفاع يا عم بيعمل دفاع سوبر دفاع ما بيحرم الفريق المهاجم من التسجيل. هنا في باسكت أن أخيرا بيسجل هذا اللاعب لطوله مترين و13 مع هالموف. مواطن الآخر رونالد مش مقنع وإن كان حاليا موجود على البلوك جود جوب توصل في عودة حلبي. وكذلك بيروت اللبناني نتيجة 43-30 انتهى الشوط الأول والكوارتر الثالث بيبدأ بلعب مع فول سلام دانك للعبة مع 8 ريباوند ونقطة كانت على الفري ثرو لاين. عموما ضايعة أوفنسيف ريباوند هوك شوت وباسكت كتير منيح كتير منيح أدائك بهالكوارتر. 9 نقط لجر الحدديان مع 8 ريباوند. رونالد دالف بياخذ كرة مستحيلة واو 15 نقطة 3 باسكت على التوالي بهالكوارتر الثالث. عمل أتاك أكثر على الباسكت وعلي حيدر بيعمل أتاك لكن بلوك رهيب توصل كرة عند أن كرة على 3 نقط ضايعة. بيستمر هالمسلسل 3 من أصل 22 للأهلي الحلبي على الآرك. الكوتش مفروض يقول لهم ماتش الكرة حتى ب 99 كان مارك أوزح لاعب في البطولة اللي استضافتها لبنان. عموما هاللاعب الأمريكي اللي اسمه رونالد دالف بيسجل نقطة 19 بالجيم بتوقع الوحيد اللي سجل على الأرك. 90-67 مكناس عمر بيحاول يسجل متابعة هجومية النقطة رقم 21 لدالف الفلوتر لكن عم بتضيع وكمان مرة عم بلمها ريباوند وبيسجل دالف صدر أسفل السلة لدالف طويل إذا غاب إذا شهر مش تحت السلة صعب تمسكه ل علي بكرلي تحت السلة ودنك جميل دنك جميل من دلف لكن الأسس أيضا عم بنزل فارق لنقطتين بيترسون شبه المحلية أربع لاعبين محليين صحيح يعني لونج باس كسر فيه الدفاع السوري كامل دلف وبيسجل ثلاثية محترفين الاتحاد برا وجوا قوايا نعم ما بنتركوا نعم 47-55 23 جود باس تنزل لتحت الباسكت عم يلعب بال1 و1 باخر 6 ثواني من عمر الهجمه 5 برجع مره ثانيه دالف عم تسجل 2 بوينتس من رونالد دالف بالفعل الشيء اللي بده اياه جميل صغير عم يحاول يستخدم مس ماتش بس جود ديفنس ترجع مره ثانيه جود باك شوت ولا اروع نديم جود باس بتوصل عند رونالد دالف للمرة الثانية عم يقدر يسجل مامان نديم بينزل الكرة بالداون لو بتنزل جود باس بيسلام دانك بابام رونالد دالف فارس بيرجع الكرة بتنزل بالداون لو عند رونالد دالف من على الفيدوي عم يقدر يسجل رونالد دالف نوت نديم عيسى بنزل الكرة لعند رونالد دالف عم يقدر يسجل رونالد دالف عفر سيل عرتاري باريه زوهان اسفهان رونالد دالف اتوا سيمتيازيش موفق بود دوميشو توازی کنه یه راحت میشه علی دیار پاس بلند این توپ رسید به دلف یه فریب و سعاد هم رسید نقشه که حمله قبلی امتحان شده به سعاد نرسید این بار موفق بود رونالد دلف حمله جمع شد فشار دفاعی تو منطقه رنگی تو دوان خراب شد تو سوم بازم برای دلف سومی رو دیگه زد دو تا ریباند حمله و دو امتیاز تو این فاز هجومی برای تیم 24-24 بصری 20 امتیازی برای زوبان مالکیت برای الاتحاد چرخش و اقدام دو امتیازی دلف که موفق بود که شیشه تونست دو امتیاز کسب کنه صادیر در رأس زیر حلقه میرم واسه علیو کنه دلف توپ گرفت چرخش اقدام چه دانکی زد اونجا رونالد دلف از قامت بلند خوش اینبار استفاده کرد توپ حلقه بازم دلف و دو امتیاز که به دست میره تو منطقه رنگی زوبان
منطقه رنگی یه سبک زد توش کوتاه بود تو سرگردان برای دلف در منطقه رنگی بار دو دست کارو تمام کردیم بار وایدان که دو دست کارو تمام می‌کنین.